السلام عليكم الحباب، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كلشي هو هذاك، كلشي مزيان. نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه، وتكونوا 5-5 وتكونوا مرتاحين ناشطين، وانتم كدوزوا هذه العطله الصيفيه مع الاهل ديالكم والاصدقاء. كلش اخباركم؟ توحشتكم بزاف البنات، سمحوا لي بزاف على هذه الغبره. انتم كتعرفوا الصيف والعطله، واش غنقول لكم البنات؟ ما كنبغيو نضيعوا حتى شي لحظه. كيف ما كتعرفوا التصويره البنات كياخذ وقت طويل، والمونتاج وقت اطول، يعني باش نحط لكم فيديو. سمحوا لي بزاف، وشكرا لكم بزاف بزاف البنات اللي كيسولوا فيا، سواء هنا سواء في انستغرام، دائما كيسولوا فيا سلوى فين غبرتي، فين غابره، طمنينا عليك. شكرا لكم بزاف اللي خديتوا من وقتكم رغم هاد العطله الصيفيه. يعني انا عارفه كتكون شويه ديال الفتنه، شويه نخرج بزاف، يعني كلشي الروتين كيتقلب لينا، وهكذا كان في بالكم كيف ما حتى نتوما في بالي، راكم دائما في بالي البنات. وكنقول ما نزلت حتى شي فيديو البنات، وحشت نهضر معكم، نجاوبكم في لي كومونتير. المهم سمحوا لي بزاف البنات، وان شاء الله غنرجع معكم وبقوه كيف كنقولوا. المهم هنا فلوق جديد ونهار جديد. هذا النهار البنات لقيتونا مشينا عند الحباب ديالنا، يعني مشينا عندهم نشوفوهم ونجلسوا معاهم شي ايامات. وبالمناسبه لقيتوني غادي ندير واحد المفاجاه، يعني البنت ديالهم او هي صديقتنا وحبيبتنا، غندير لها واحد المفاجاه ديال نهار الحنه، وهي ما في خبرها والو البنات. المهم خليكم معايا وغتشوفوا كلشي. البنات لقيتونا دابا صافي تغدينا ان شاء الله، دابا هو دين البيسين. هذا النهار الثاني الصراحه، غنمشي شويه نتبردوا ونطلعوا ديك ساعاتي ديالنا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم انتما معنا نصور لكم شي لقطات، حنا بحال دابا بوحدنا في هاد الفيلاج هذا. المهم البنات بالنسبه للبوركيني بالسعاده اللي كنت خديت من اليكس بريس، كنت شاركت معكم شحال هادي وهذا. كاين مزيونين، يعني اللبسه فيهم مزيونه والمنظر فيهم مزيون، ولكن ما عجبونيش بزاف، ما كينشفوش داغي. كينشفو، يعني خاصك تبقاي يعني حتى كترجعي متلجه عاد باش عاد باش كتنشفي. المهم بالنسبه للبيسي الوليدات تسوقونا انا نوريكم فين هو، راه هو فين شفتو يا صافي. المهم انتما معانا وصلنا، هما كيتسيبوا مطورين ليكم انتم. هاد العومة رائعة، يلاه نتا حنا ندخلو نعومو شي شوية نسخنو. كاين هذا، كاين هذا صغير، كاين هادي ديال الوليدات الصغار. كيف ما شفتو معايا راه حنا غير بوحدنا، ما كاين حتى شي واحد. هاد لابيسين هذا يعني خاص بالنسبة للناس اللي في هاد الفيلاج هذا، حيت صغير بزاف، ولكن كيف ما شفتو معايا خاوي راه حنا حنا وولادنا قليل فين كيجيو فيه هكا. هما السبت والحد تقريبا هكا يعوموا انتم. كاين هذا الوليدات الصغار، هما ما كيعوموش فيما كيعجبهمش، وكيعوموا في هذا اللي كبير. يلا نضربوا شي غطيصه وانا معاك. يلا طيبوا تيو ايهاب، عندك راه غارق شويه عليك. لا تبلاتي تحيد خالته عاد تلاحي. اتيوز واحد جوز
مهم البنات، هنايا صافي كانت العشيه، سال النهار، ودابا غادي نبداو في تحضير المفاجاه اللي بصراحه هي راه ما عارفه عليها حتى شي حاجه البنات. مهم هنا بغيت نشارك معكم، كنا كنشعلو هكذا في العويدات يتحرقوا باش غادي نشويو عليهم ان شاء الله. هاد العشيه غنديروا باربيكيو كيف ما كتشوفوا الطبيعه البنات والكالم، واحد الجو غزال غزال عندهم بصراحه. مهم كما كتشوفوا غادي نشويو ان شاء الله على العواد، مهم ها نتوما كتشوفوا، والجو كيف ما كتشوفوا معايا كانت شويه ديال السخانه، ولكن مهم في العشيه كيبرد شويه الجو. وحنا كما قلت لكم البنات عاد غنبداو في التحضير ديال المفاجاه. مهم هنا الاخت ديالي كانت خرجاتها، يعني قالت لها اجي نضربوا دوره هنايا في يعني في الفيلاج، وحنا بدينا في التحضير. واحد السرعه واحد السرعه ما نقول لكمش. كيف ما شفتوا معايا البنات جبت كل شيء، داكشي يعني اللي غادي نحتاجوه، الحنه كما كتشوفوا الكليسه ديال الحنه كريتها يعني من عند نفس الزيانه اللي كنت خديت من عندها في العيد. انا كنت شاركت معكم الفلوق ديال العيد، بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفلوق ديال العيد غنخليه لكم هنايا الا بغيتوا تشوفوه ان شاء الله. حتى هو كنت درت فيه جلسه، ولكن جلسه بشكل اخر، جلسه ديال الطرز هكا ديال اللي كيكون الطرز الفاسي، وهي جبت لها هذه يعني باش يكون واحد شويه التغيير. كيف ما كتشوفوا اختكم راه كتقدرني، ما فايته فيا لا نقاشه ولا زيانه ولا حتى شي حاجه، ولكن مهم كندير المجهود. بالنسبه للبسه اختاريت لها هذه اللبسه هذه، ما بغيتش نجيب ليها اللبسه في نفس يعني الستيل ديال التفريشه، يعني اختاريت هذه. هاد اللبسه البنات راها غزاله، غير الكاميرا يعني ما عطاتش حقها في التصوير، كتبان كتحمق، عجبتني انا. المهم كما كتشوفوا معايا حطيت لها اللبسه هنايا باش يعني تجي المفاجاه مزيونه، يعني ما بغيتش نخلي اللبسه هكا بوحدها غير الكليسه اللي هكا يعني خاويه. المهم نزلتها ليها هنايا، وهنا جيت كنقاد في لي كادو اللي جبنا ليها. كما كتشوفوا معايا حطيت سوينيات، رجبت معايا السوينيات، جبت معايا كل شيء باش حتى شي حاجه ما تخصنا. كيف ما كتشوفوا الكليسه درتها ليها تما، وهاد الطبيله هذه غادي ننزلوا عليها هكا لي كادو. وهنايا هاد الطبيله هذه وجدتها كيف ما كتشوفوا معايا، درت فيها هكا التمار اللي كيجي معمار، خديت المسائل ديال الحنه اللي غنحتاجو، الورد بالنسبه لهاد السنيتات هادو او هاد السميطات اللي كيداروا في اليد على حساب الحنه هكذا ملي كيحنيو مع العروسه هكا صحابها ولا المهم بنات من العائله، انتم عرفتوهم كيجيو مزيونين صراحه، رجعوا دارجين بزاف بزاف مؤخرا على الموضه في المجتمع ديالنا. مهم بالنسبه للاكسسوارات اللي غدير مع اللبيسه كما كتشوفوا معايا راه جبت كلشي، هادو البنات صيبتهم بيدي يعني ساهلين، بغيت نشريهم يعني كيتقاموا غاليين، وملي الا بغيتي تصيبيهم بيدك كيتقاموا هكذا رخاصين، وكيعطي واحد لاتوش زويونه هكا لنهار الحنه. بالنسبه للي كادو كما كتشوفوا معايا كنقادو فيهم في الطبيله هذه، حاولت يعني ندخل شي حاجه الخضار باش يجي كلشي مناسب مع نهار الحنه. كما كتشوفوا جبت هاد لوغانزا هادي اللي خديتها كتبع هكذا، ودرت ليها هكذا هاد الشكل هذا، لويتها باش تجي هكا شويه فيها واحد المنظر مزيون. هاد الحبيبات هادو اللي كنشريهم من هنا من اكسيون او من فرنسا من اكسيون، كيعطيو واحد الزينه للطبيله، كنشريهم في الايامات ديال راس السنه البنات، دائما كيحطوا حويجات مزيونين كناخذهم هكا وكنخبعهم، يعني ماشي بالضروري نقدم يعني في راس السنه، فانا يعني كنقدر نستعملهم هكا نزين بهم المائده ديالي او لا نزين بهم اي حاجه. صافي هنا كنا تقريبا سالينا. مهم قديت عاود الحليب في البلاطو باش هكا ملي يدخلوا ان شاء الله نقدموه ليهم. بالنسبه للفواكه الجافه حتى هما عدلناهم هنايا غنزلوهم على حساب الحنه. المهم هانتوما كتشوفوا يعني حاولت ندير الاجواء كامله ديال نهار الحنه باش هكذا حتى هي تفرح، لان في الحقيقه يعني هي كانت تبغى دير يعني شي حاجه كبيره هكا اللي تفرح بها مع الاهل والعائله والاصدقاء، ولكن ما كتبش، لان كما كتعرفوا بما ان هذا الوباء هذا بزاف الناس اللي ما قدروش يفرحوا مع الاهل ديالهم والاصدقاء والحباب، ولكن ما عندنا ما نديرو، مهم حنا نخلقوا السعاده بيدنا. فلهذا قلنا غادي نعملوا لها هكا واحد المفاجاه اللي تفرحها، بما انها يعني ما عملتش داكشي اللي كان خصها تعملو، وحنايا جينا صافي قلنا غادي نتجمعوا منها هاد الليله هادي، نضحكوا مع بعضيتنا ونفرحوا بها ونحنيو مجموعين. وكانت حاجه زوينه بصراحه اللي عجباتها ويعني وفرحاتها بزاف بزاف. هنا بالنسبه لطاقه البنات حتى هي صايبناها بيدنا كما كتشوفوا، لا جينواز خديناها واجده. بالنسبه للكريمه، الكريمه ديال ماسكاربون وهكا
الشوكولات البيض يعني محكوك، درناها في وسط منا كيجي واحد المذاق غزال. هنا اختي اللي كتصايبها، ومن بعد انا اللي زينتها من الفوق وخدرت لها واحد الزينه هكذا مزروبه، ولكن ما عندنا ما نديرو لان كاين شويه البعد والطريق، اي طرطه خديناها غادي تقدر تدوب في الطريق وما غاديش تبقى يعني مزيانه. فدرت انا هذه كيف ما كتشوفوا زينتها، درت على شكل قفيطن، واخا اختكم راه لا علاقه مع التزيين هكا الطرطات، ولكن درت المستحيل كيف ما كتشوفوا، يعني درت بحال شكل قفيطان، خليت هكا الجنيبات كيجيو هكا بحال الا المهم فيهم هذيك التكميشه هكذا، ودرت العماره والعقيده تصوبتهم بيدي. المهم جات الطرطه يعني جات مزيونه، عجبتني صراحه، حتى المذاق ديالها جا غزال البنات. كيف ما قلت لكم لا جينواز مشريه، عدلنا غير الكريمه، بالنسبه للعجينه السكر حتى هي مشريه يعني واجده، داكشي كان ساهل. وهنايا عاود درنا صريرات الحنه والورد، يعني مهم الاجواء كامله دليلة الحنه قديناها، ويعني هذه كانت كفكره البنات، يعني ما اللي بغات دير هكا شي ليله الحنه ماشي بالضروري يعني تكلفوا على راسكم. هانتوما كتشوفوا البنات كل شيء هادشي وجدناه بيدنا، وما شاء الله جا داكشي غزال 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 صراحه، حتى انا فرحت وعجبني هادشي، كلنا صراحه فرحنا، دازت واحد الليله غزاله. المهم انا كنصور لكم يعني الطبيله هذه نزلت فيها البنات غير اكسسوارات هكذا، والحنه والشماع والورد، وهذه نزلت فيها يعني التورته ديالنا، شريت هاد اللعيبه هذه ديال يعني العروس والعريس كيكونوا فيها، نزلت هكذا على الطرطه حتى هي زادت عطاتها واحد لاتوش. بالنسبه لهاد الصبانه اللي كتكون مطروزه بالفاسي، يعني حنا معروفه عندنا في العادات والتقاليد المغربيه اي عروسه خاصها تكون عندها هذه، خديناها ليها بصراحه، رجعوا كيتباعوا هكذا واجدين في ليسيت هكذا انستغرام، ويعني رجعوا واجدين، وخدينا لها هكذا كادوات اخرين. هنا هاد الساعه ديال البنات راه كنستناوها تجي، ها هي جات، نخليكم مع الصوت. البنات بالنسبه للحنه كما شفتوا معايا، خديت لها هاد اللاصقات هادو اللي كيجيو هكذا للحنه، غير هي واحد الحاجه البنات ننصحكم بها، ملي تبغيو تعملوا هاد اللاصقات حاولوا تقطعوهم على الشكل اللي وريتكم. هاد الفكره راه غزاله البنات، وكيجيو مزيونين، حسن ما تشبروهم هكذاك وتلصقوهم على اليد يعني مباشره بلا ما تقطعوهم، فكيجي كتجي المنظر فيهم شويه ماشي حتى لتما. ملي كتقطعوهم بحال هكذا كتقطعوا الصبيعات بوحدهم، وكتقطعوا هكا الوسط ديال اليد بوحده، فكيجيو غزالين. بالنسبه
حنا كيف ما شفتوا معايا خديت هذه اللي كتجي واجده، يعني كتبع هكذا واجده، كتكون حمراء ولا كحله كيف ما بغيتوا. خديت انا اللون الاحمر، يعني هذا الحنه هذه باكستانيه واقيله كنظن. صافي، وكتبقي هكذا كتعمري الفراغات فكتجي غزاله، حتى البنات هكذا اللي في الغربه وكيبغيو يحنيو وما كي يعني ما كيعرفوش، فهادو كيجيو مزيونين البنات غير زعموا عليهم. انتما كتشوفوا يعني كتبقاو كتعمروا غير الفراغات على هذا الشكل هذا. الحنه ديجا كتجي مخلطه مقاده، الا بغيتوا تعملوهم حتى بالحنه ديالنا العاديه فتقدروا تعملوهم، كيجيو مزيونين. غير هي بقاو تعملوهم على هذا الشكل هذا البنات، يعني ما تشدوش الحنه وبقاو هي كتحطوها من الفوق يعني هكا يعني بكميه كبيره، فما كننصحكمش. كما شفتوا معايا البنات بالنسبه لهاد الفرحه هذه او هاد المفاجاه هذه، فكانت واحد الفرحه كبيره لا بالنسبه ليها ولا حتى لينا طبعا، فرحه اللي بكاتها وحتى حنا بكينا صراحه الله. يعني كما كتعرفوا راه مؤخرا البنات حتى شي واحد ما بقى كيقدر يفرح براسو ولا يدير شي حاجه مع هاد الوباء هذا اللي رجع البنات. الصراحه راه حنا ما بقيناش قادرين نديروا حتى شي حاجه، الله يرفعوا علينا. يعني حتى شي عروسه ولا نفيسه ما بقات كتقدر تحتفل، يعني كلشي الاحتفال تقريبا رجعوا كيتلغاو، التجمعات حتى هما رجعوا كيتلغاو بزاف. الواحد كلشي واخا كيحضر معاك الواحد ما كيكونش مرتاح، يعني كيكون خايف. الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي الحبيب، وكل واحد يفرح براسو وبالعائله ديالو والاهل ديالو والاصدقاء. المهم البنات بالنسبه لهاد اللاصقات هادو كيف ما شفتوا معايا ملي كتزولوهم، يعني كما كتشوفوا معايا فكتجي الرسمه كيف ما هي نيت. يعني عجبوني صراحه. بالنسبه للزوج ديالها حتى هو عملنا له الفال، حتى هو ما كانش حنا، ويمكن ما كتشوفوا اختكم راه رجعت حنايا وكل شيء فيها الحمد لله، الله يقدرنا يا رب العالمين. نفرحوا ونفرحوا معنا احبابنا وندخلوا الفرحه على الحباب ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للطرطه حتى هي جات المذاق فيها غزال يا البنات، واخا يعني لا جينواز خديناها ويعني داكشي مزروب، ولكن جات غزاله المذاق فيها جا غزال. المهم كانت هذه الويله هذه درنا التصويرات مع بعضيتنا، دخلنا الفرحه على بعضيتنا حتى حنا يعني فوجنا معاهم ونشطنا. بالنسبه لهاد الحنينه البنات راه كتخلي لي واحد اللوين غزال غزال في اليد كيف ما كتشوفوا معايا، يعني جاتها فنه. يعني البنات اللي كيف ما قلت لكم اللي كيبغيو يحني وما كيلقاوش، فكنصحكم بهاد اللاصقات وبهاد هاد النوع هذا من الحنه اللي رجع مؤخرا موجود يعني متوفر. بالنسبه للكادويات خدينا ليها هاد الكادويات هادو كيف ما قلت لكم. بالنسبه لهاد الصبانه راه عندنا معروفه في العادات والتقاليد المغربيه، يعني اي عروسه خص تكون عندها، حتى انا عندي ديالي البنات. الا عندكم حتى نتوما خليوها لي في التعليقات شكون البنات اللي محتفظين بها، مازال محتفظين بها حتى لدابا، انا مازال محتفظه بها ان شاء الله وغتبقى معايا دائما. بالنسبه صافي خرجنا كنوجدوا العشاء ديالنا، سالينا كل شيء وخرجنا باش غنتعشاو في هاد السكات وهاد الكالم وهذا واحد المناظر. اش غنقول لكم هانتوما كتشوفوا مناظر زعما واحد المنظر يعني ديال الكالم بحال الا انتيا في شي جبل ما حداك حتى شي واحد. صافي كان هذا هو الفيديو ديالنا البنات، نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تكونوا دوزتوا معنا واحد الوقيت زوين وتكونوا فوجتوا معنا. غادي نقول لكم شكرا على التتبع ديالكم وشكرا لمشاهدة الفيديو حتى الاخير. غنضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في فيديو قادم، وغنقول لكم تهلاو ليا في راسكم وعطله سعيده وبروفيتي والبنات. ما بقى والو، سمحوني ما بقى والو البنات، ونرجعوا للروتين العادي ونرجعوا للمدرسه ونرجعوا يعني الدار وصافي. مهم بروفيتي والبنات، باقي شويه معنا هذا الوقت. خليتكم على خير البنات، تهلاو ليا في راسكم. جيبوه هنا عجنها سيدنا محمد.